اذهان مشجع العين مع هلال الصعيد. فرصه ومحاوله عيناويه فيها الثالث الله مرمي الدفاع. شوف 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 المرور ولاحظ التقدم من جانب هداف عبد الله. وجد نفسه في مواجهه حارس المرمى ووضع الكره في الشباك واعطى العيناوي تقدما بالثلاثه بالثلاثه. نعم مر من دفاعات مر من الدفاع وسجل في مرمى الرفاع واعطى العيناوي ابتسامه ثالثه في بطوله نادي العين. الان لوهيبي يغادر وسام